برنامج أرتمس الفضائي يؤذن بحقبة جديدة وينقل الصراع العسكري بين واشنطن وموسكو وبكين إلى سطح القمر، مخصص لإطلاق رحلات فضائية تابعة لوكالة ناسا وشركات الطيران الفضائي التجارية الأمريكية والشركاء الدوليين مثل وكالة الفضاء الأوروبية. من خلال بعثة أرتمس تسعى ناسا للهبوط بأول امرأة وأول رجل على سطح القمر بحلول عام 2024، وهذا الإنجاز سوف يمهد الطريق لوجود بشري طويل الأمد ومستدام على القمر، ويكون بمثابة نقطة انطلاق وإرسال البشر في النهاية إلى المريخ. وعندما يتحقق هذا الأمر تستطيع الشركات العملاقة الخاصة تدشين اقتصادات هائلة على القمر، ويسود اعتقاد أن الدولة التي تتمكن أولاً من السيطرة على كم هائل من الموارد الفضائية سوف تمتلك أقوى اقتصاد في العالم. وتبرز مشكلة في هذا الإطار، حيث يتسم قانون الفضاء الدولي بالغموض حينما يتعلق الأمر بالكيفية التي تدار بها الأعمال التجارية في الفضاء. ولكن الأسوأ من هذا هو أن الولايات المتحدة وروسيا والصين تتنافس لإرسال بعثاتها إلى القمر.